الجزائر. أنا ضد فكرة التدخل الروسي في سوريا. أرى أن أنا ضد التدخل الروسي في سوريا أو أي تدخل أجنبي آخر. فليترك سوريا للسوريين، بمعنى أن سوريا لما دخلت في سوريا هي أعتقد أنه مكسب فقط لبوتين، يعني في تعزيز مكانة روسيا الدولية يعني أمام النظام الدولي، يعني وعلاقتها بال يعني بعلاقتها بالأطراف الفاعلة كأمريكا أو أوروبا. وأرى أن سوريا فقط في هذا التدخل الروسي ما هي إلا ورقة يستخدمها للتأثير. لهذا أقول أن فليأخذوا بتجربة الجزائر في عشريتها السوداء، لم ترضى بأي تدخل أجنبي، فقط أترك الجزائر للجزائريين، الآن تعيش الجزائر في أمان وتعيش في سلم فقط، يعني باستراتيجيتها بإيمانها بجيشها القوي ويعني الثقة لشعبها. فأقول أن سوريا ستكون أحسن يعني بقرارات شعبها وقرارات نظمها وقرارات يعني التي تأتي من الداخل. فأقول أن لا لأي تدخل أجنبي ولا لتدخل روسيا ولا لغيرها، فتبقى سوريا.